الفتح. تذكر عزيزي الطالب الجموع التي درسناها في الفصل الأول، فالمثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، أما جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، وجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، ويعامل معاملة الاسم المفرد في الإعراب. نهاية سأترك لك عزيز الطالب مجال لتختبر معلوماتك في سؤال إعراب. أعرف ما تحته خط إعرابا تاما، ولا تنسى أن الفعل ضمة من أخوات كان، فهنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أما في الجملة الثانية، كأن الليل طويل، كأن هنا عزيز الطالب هي من أخوات ماذا؟ من أخوات إن وأخواتها. اسمها سيكون ماذا؟ منصوب، أحسنت، وخبرها سيكون